السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم بدنا نشرح عملية تخطي حساب الآي كلاود لجهاز آيفون 8 بلس. هذا الجهاز بسكر باس كود، يعني كلمة السر لفتح الهاتف مش معروفة، والجهاز unavailable. هذا الجهاز رح يتم عملية فتحه بشبكة. رح نشرح الطريقة بالكامل. يا ريت بالبداية لا تنسانا من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. لا تنسى اللايك للفيديو. بالبداية أول خطوة لازم تفهم إيش يعني باسكود، عشان تعرف إيش الفرق بين الفتح هالو سكرين فتح الباسكود. الباسكود لما يكون جهازك سكر بالطريقة هاي آيفون unavailable، معطيك هون تايمر أو معطيك بس unavailable، الجهاز ما بتعرف كلمة السر اللي بتفتحه. بهاي الحالة تقدر تسحب ملفات الشبكة باك أب وترجع تعطيها للجهاز عشان تعمل له تخطي بشبكة، عشان يكون التخطي بشبكة وليس بدون شبكة. بس بالحالة هاي يكون الجهاز مش على شاشة هالو سكرين، يكون عليه unavailable أو عليه password وأنت مش عارف. أول خطوة بدنا نعملها بدنا ندخل الجهاز بوضع الريكفري عشان نقدر نقرأ معلومات الجهاز، لأنه هون ما راح يقرأ معك ولا راح يقرأ معك على iTunes ولا على 3U Tools. ليش؟ لأنه عليه password. فباجي بضغط على الباور وبعمل اغلاق، مباشرة بضغط على زر الباور لوحده، بضل ضاغط على زر الباور. ضوى الجهاز، بضل ضاغط. الآن راح يرجع يطفي الجهاز ويرجع يشتغل. زي ما شفتوا دخل الجهاز بوضع الريكفري. هاي هي الطريقة اللي مندخل الجهاز بوضع الريكفري. دخلنا الجهاز بوضع الريكفري، وزي ما شفتوا الأداة قرأت معلومات الجهاز آيفون 8 بلس إصدار 16.4. بروح بتوجه على خيار رام ديسك، بتأكد إنه الخيار محطوط على خيار iOS 16 قبل ما أبدأ أي عملية. ليش؟ لأنه إصدار جهازي 16، وبختار iOS 16. مباشرة باجي على ICID هون بالأصفر، بضغط عليها زر ضغطة واحدة، أعطاني هون إنه نسخ ICID. بتوجه للموقع، شرحنا طبعا في الفيديو السابق طريقة تسجيل الدخول، بتلاقيه في قائمة التشغيل لـ FW Unlock Chrome Disk. بنروح على داشبورد، نعمل Create ونيو اوردر، ونروح نختار FW، نعمل لصق للرقم اللي نسخناه، نختار 1 وبنعمل بليس اوردر، وهنا بنختار الرصيد تبعنا وبنعمل سبمنت. بيجينا هنا مسج التأكيد انه تمت العملية created، مباشرة بنزلها ببلش اشتغل على الأداة. الخطوة التالية بدنا ندخل الجهاز في الباوند، وهي العملية اللي الكل بيلاقي صعوبة فيها. إذا كنت متأكد من تعريفات جهازك 100% والأداء، وإنت بتحاول تعمل جهازك باوند، جهازك ما بيرضى يدخل على عملية الباوند، بكون المعالج عندك CPU ما بدعم عملية الباوند، بتغير كل الكمبيوتر، يعني بتشتغل على كمبيوتر تاني. حاول تشتغل على لينوفو، على ديل، يعني على جهاز يكون داعم لعملية الباوند. الخطوة الأولى بعد ما عملنا ريكفري، ندخل على DFU هيلبر، نضغط عليها. أنا مدخله ريكفري، الآن بعمل نيكست. مطلوب مني
اضغط خفض الصوت مع رفع الصوت مع الباور مع ستارت. بجهز على خفض الصوت وبضغط ستارت ومباشرة بضغط على الباور. لما يصير العداد تحت 9 برفع ايدي عن الباور وبضل ضاغط على زر خفض الصوت. زي ما شفتوا الجهاز Your Device in Diffuse Mode. بضغط OK. جهازي الآن في وضع Diffuse Mode. بتوجه مباشرة على زر الباوند. بضغط باوند للجهاز. هاي العملية اللي بتواجه أي شخص فيها صعوبة، سواء لعمليات تغيير السيريال نمبر أو لعمليات الرام ديسك بشكل عام. الآن بعد ما خلص العملية، لسه ما خلص، كيف تتأكد إنه خلص؟ لما تصير تعمل على الكبسات هيك يعطيك ألوان، معناته هون خلصت هاي العملية. بروح على ريفرش هون وبضغط عليها، أعطاني جاستر، معناته الجهاز دخل في عملية الباوند. الخطوة الأولى خلصناها. بضغط هنا على زر باس كود، بيطلع لي 3 خيارات: كانسل، اكتف، باك اب. انا العملية الآن بدي اعملها باك اب لاني بدي اسحب الملفات، فبضغط باك اب. هنا بعمل اكس لاني انا عملت هاي الخطوة، تعمدت اعملها لحالها عشان نتأكد من العملية انها نجحت 100%. بضغط هنا اكس، اعطاني كتب لي هون بالاداه device already bound، خلاص يعني الجهاز بالاساس بالباوند، لانه يعني هذا الخيار بيعمل لك اياه تلقائي، ولكن عشان اتاكد منها بعملها بشكل يدوي افضل. بنتظر الاداه الان تقوم بالعمليه بشكل كامل لعمليه الباك اب بدون اي تدخل مني. لا تنسانا من اللايك والاشتراك بالقناة. زي ما انتم شايفين بلش العملية بشكل تلقائي عشان يسحب ملفات الشبكة. نعمل كونكت اس اس اتش، بلش يعمل مونتنج، عمل اكتف فايل جنريت سكسسفولي. زي ما انتم شايفين العمليه بتقوم بشكل تلقائي. هون كتب لي مسج بيسالني بدك تمسح محتويات الجهاز ولا بدك تعمل اعاده تشغيل ريبوت او اريس. انا سحبت الباك اب، فالآن بدي أعمل إريس للجهاز، يعني بدي أمسح التليفون عشان أعمل عملية إرجاع الباك أب. بضغط على إريس لأنه تمت العملية. إذا ما تمت العملية ما بطلع لك هذا المسج. هلأ بضغط على إريس. شو بعمل الآن؟ بعمل ضبط مصنع للتليفون، يعني بعمل ريستور للتليفون بدل ما ترجع تعمله على ايتونز او على 3U تولز. راح يقوم بعملية المسح. بداية الفيديو ضغطت على ملف الباك اب باتش هون وكان فارغ. الان هلا بدي اضغط عليه. زي ما انتم شفتوا مكتوب هون في ملف، وهذا الملف نفس الاي سي اي دي تبع الجهاز، يعني هذا ملف الباك اب تبع الجهاز. طبعا هذا الملف لو احتفظت فيه على الجهاز تقدر ترجع الشبكة بأي وقت تسكر فيه تليفونك، ولو نسيته أو ضاع منك الأداة بتنزل لك إياه من السيرفر، يعني بتكون محمل على السيرفر، برجع بنزل مباشرة لما تعمل أكتف.
بتأكد إنه الملف موجود هون، إذا ما لقيه ببحث بالسيرفر بالتخزين، إذا لقيه موجود برجع بينزل لك إياه بشكل تلقائي. الآن ننتظر عملية مسح الهاتف زي ما أنتم شايفين بشكل تلقائي، يعني بس كبست له إريس ببلش يمسح بالهاتف بدون ما أضطر أدخل على آيتونز أو ثريو تولز وأرجع أنزل الفلاشة وأعطيه ريستور من أول وجديد. ننتظر تكتمل العملية. خلال ما يمسح الهاتف بدي أشرح شغلة كثير بيسألوني عنها. بالنسبة للاشتراكات الشهرية والثلاث شهور والسنة، بيجوا بيحكوا لي مش عارفين نطلب الأوردر للاشتراك. هاي الممبرشيب من الموقع، تيجي هنا مثلا بدي أختار اشتراك شهر أو ثلاث أو ستة أو 12، تضغط عليه هنا بيعطيك خيار إيميل يوزر نيم. هاي هون لسه ما عدلناها، راح تتعدل قريبا. هون مكان الايميل بدك تدخل هذا، تيجي هون على الاداه وبتضغط ضغطه واحده بيعطيك انه نسخه السيريال، تيجي هون وبتعمل لصق، وهون بتدخل اليوزر نيم اللي بحسابك اللي انت عملته، اليوزر نيم لما انت انشات حسابك واللي بتسجل دخول فيه بالاداه، اليوزر نيم والباسورد. انت بتسجل بس اليوزر نيم، وهون بتعمل بليس اوردر، تعمل بليس اوردر بس، بتفعل الباكج مباشره تلقائي. زي ما شفتوا هون سكر التليفون، زي ما شفتوا بعطي انه لينك مع على ايميل. الان الخطوه التاليه بتوجه على باسكود، بضغط عليها بضغط على اكتف. هلا خلصنا عمليه السحب، الان بدنا نعمل عمليه تفليش الجهاز بملفات الشبكه. نضغط على اكتف، بفتح لنا شاشه الديفيو، بنعمل ستارت برضه نيكست. الان هسه بطفي الجهاز وبدخل في وضع الريكفري. هاي العمليه بس بتزبط اذا الجهاز ما كان عليه قفل، يعني بالمره الاولى عملناها يدوي لانه ما بزبط لانه عليه قفل، المره هاي ما عليه قفل فبنقدر نعمل هيك بالاداه. الان بجهز نفس الخطوه الاولى، بطفي الصوت وبضغط ستارت، بروح مباشره على الباور، بنتظر العداد ينزل تحت 9، برفع ايدي عن الباور بضل ضاغط على خفض الصوت وبرفع. اعطاني دي اف يو، بضغط اوكي، بنتظر الاداه تعمل باوند للجهاز بشكل تلقائي. انا ما عملتها بالبدايه بشكل تلقائي عشان اشوف العمليه. زي ما انتم شفتوا صار خطا في الباوند، الباوند ما زبط، فالان الجهاز راح يرجع يشتغل وراح تعطي الاداه خطا انه الجهاز اشتغل. ما بصير الجهاز يشتغل في خلال عملية الباوند، راح تعطي خطأ الآن. راح أرجع أعملها من دي اف يو هيلبر، وأرجع أعمل نيكست ستارت. ستارت ونكست عشان ندخله ريكفري. يعني بتظبط معك من اول مره عمليه الباوند، يعني هي اصعب شغله ممكن. شايفين الاداء اعطت باللون الاحمر بالخلف، مش مهم. هاي ستارت وهي رجعنا عدنا العمليه، خفض الصوت مع الباور، شلنا ايدنا على الباور، وهيك دخل الجهاز بالدي اف يو مود. الان راح اعمل باوند
هون بس خليه يخلص الخطأ هون، لأنه صار الخطأ كل هذا اللي طلع عشان بس عملية الباوند ما زبطت. برجع هون وبعمل باوند، بتأكد طبعا انه الجهاز عمل. راح اخلي الخطأ عشان تعرفوا اذا صار معكم خطأ انه تعرف شو تكمل شو تعمل. هيك هون الالوان صارت، معناته عمل باوند. بعمل هون ريفريش، اعطاني جاستر، الامور تمام. بروح على باس كود وبضغط على باك اب. على اكتف، اسف، نضغط على اكتف. عملنا عملية الباك اب. الان بدنا نعطيه الملفات عشان يفتح الجهاز مع معلومات الشبكة. هاي اول مرة بعمل فيديو للباك اب على الاداء، ما بعرف ليش ما عملته قبل هيك. وحتى جهاز 8 بلس اول مرة بعمل عليه، ما كان متوفر عندي. هيك الجهاز راح يقوم بعملية الرام ديسك، بعدها إعطاء ملفات الباك أب اللي أخذناها، يرجع يعطيها للجهاز عشان يشتغل معنا الجهاز بشبكة. يعني هذا مش تخطي بدون شبكة، هذا تخطي بشبكة. يعني إذا شفت خطأ بالأحمر طلع لك، مش معناته إنه خلاص مش ضابطة معي، لا، بكون في خطأ أنت عملته بالبداية. إما عملية الباوند ما كانت صحيحة، ما قبلها الجهاز، أو عملية الـ DFU Recovery، يعني في خطأ صار قبل الأداة ما استوعبته، فبترجع بتعيده بتعمل باوند كمان مرة. وأحسن شيء تعمل الباوند بشكل يدوي لحاله، بعدها تعمل العملية من الباسكود. هون زي ما انتم شايفين بيعطي ملفات Activation File، وهنا بمنع عملية اللي هو بلوك اوتو ابديت اند ريست. يعني ما بتقدر تعمل ضبط مصنع من التليفون، ولا بتقدر تعمل ابديت من التليفون. ليش بمنعها؟ عشان ما يرجع يسكر معك التليفون لما تعمل ابديت او ريستور للتليفون. زي ما انتم شايفين سريع. هون زي ما انتم شايفين فتح معنا التليفون بشكل طبيعي، الشبكة ما عليها خطأ. سيم بن فيس تايم 4G. وهون بنرجع هيك باك، بنرجع الاتصال، نضغط 1 6 1 6. زي ما انتم شايفين هون الشبكة 4G. زي ما انتم شايفين هون الشبكة والأمور تمام. هاي هي عملية الباك اب. شرحنا شو هي الأجهزة اللي بتظبط عليها، وشرحنا العملية بشكل كامل. لو صار معك خطأ ارجع عيده. يعني هاي الأدوات وكل الأدوات بشكل عام بصير فيها أخطاء، أحيانا عملية الباوند بصير فيها خطأ، فعادي ترجع بتطول بالك وترجع بتعيده وترجع بتجرب كمان مرة. إن شاء الله يكون الشرح مفصل، أكثر من هيك ما في تفصيل. يعني بصراحة يعجبكم الفيديو تضغطوا لي لايك، اشتركوا بالقناة. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.